بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وكل عام وكل حضراتكم بخير. ما بين ليلة وضحاها تتغير الأحوال، تغرب الشمس عن أرض لتشرق في أرض أخرى، ثم يأتي وقت الشروق من جديد لتطل الشمس على نفس الأرض التي غربت عنها، فتجدها قد تغيرت وتبدلت واختلفت. إنها الحياة التي لا يملكها بشر، إنها الحياة التي لا يحكمها بشر، إنه الملكوت الذي يسيره رب الكون، إنها الدنيا التي نتركها بما فيها من نعم زائلة، لن تقف عند أحد ولن تنتظر أحد ولن تعطي كل شيء ولن نأخذ منها شيئا مطلقا. إنها الاختبار الذي نعيشه ونمر به ونجتهد فيه قدر الاستطاعة. خلقنا لنعبده وحده لا شريك له ونعمر أرضه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي آية أخرى، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه هي الثوابت التي نعيش بها وندعو دائما أن نموت عليها ولا نعرف غيرها. قد نقصر أحيانا، نخطئ أحيانا، قد نغفل أو نسهو، هي طبيعة البشر التي جعل الله سبحانه وتعالى مخرج لها، فأبواب التوبة مفتوحة ليلا ونهارا ويقبلها رب العالمين، إلا من استكبر وتكبر وأصر على الخطأ. الدنيا هي الجسر الذي نعبر منه للآخرة، وعلينا أن نعبر فيه بسلام، فلا نعطي للدنيا حجما أكبر من حجمها، ولا نتعامل مع مكتسبات الدنيا الزائلة التي لا تدوم من ثروة أو جاه أو سلطان أو منصب على أنها مكتسبات دينية. فلسنا أنبياء يوحى إلينا، فكلنا بشر وكلنا خطاؤون، ومن يظن أنه لا يخطئ على طول الخط فإنما هو متكبر ليس إلا، ومن يظن أنه لا يخطئ أبدا في أمور دنياه وأمور دينه فهو يتكبر على من خلقه، فقد خلقنا الله جميعا غير معصومين من الخطأ، هو أعلم بنا. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومع ذلك يخرج من يتعنت ويتشبث بآراء قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة. مفيش صح مطلق عند البشر، ولكنه يلصقها بالدين لتأخذ الصبغة الصحيحة. الدين ثابت لا يتزحزح ولا يتحرك بتزحزح صاحبه من مكانه. الدين ثابت وكل ما حولنا يتغير، المواقف تتغير والسياسة تتغير والحلفاء يتغيرون والأعداء يتغيرون والهتافات تتغير، فمن كنت تمجده وتهتف له بالأمس تهتف ضده اليوم، فلا شأن للدين بذلك. إنها الخبايا السياسية التي لا نعلمها، ومهما وصلنا لما فيها من خبايا فلن نبلغ الكمال أبدا. كل شيء في الدنيا منقوص، لأنه الكمال لله وحده لا شريك له. فلا تقنعني أنك الأصح والأفضل والأخلص والأنقى والأكثر قربا لله، لأنك غير كامل مثلي، وهناك ما ينقصنا دائما، ولك من الأخطاء كما لغيرك كما خلقنا رب العالمين. فلتذهب السياسة ولتتوارى ولتختفي من حياتي غير مأسوف عليها، طالما ستفتني في ديني الثابت الذي لا يتغير بتغير الناس وبتغير المواقف، ولا يتلون هذا الدين العظيم أبدا بالتلونات السياسية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصومه. إنه الفرصة الأكبر في السنة للتوبة وللعودة إلى الرشد والرشاد. إنه الفرصة الأكبر للاختلاء مع رب العالمين، ليس بيننا وبينه حجاب، لنستغفره وندعوه ونعبده عن حق. إنه شهر سلام النفس وهدوءها وتنقيتها من كل غل ومشاحنة. إنه شهر التقوى، ولا تقوى بدون شعائر دينية، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلنترك كل ما يعطلنا عنها، فهو شهر شأنه شأن الدنيا، نلهث وراءه ولا ينتظرنا. احنا ان عشنا وكان لينا عمر
هنطل عليكم يوميا في مساحة زمنية قد تكون صغيرة، ولكننا هنجتهد فيها قدر المستطاع لنصل فيها إلى تقوى القلوب، فلسنا طامعين في أي شيء سوى مرضاة الله وقبوله. اللهم تقبلنا جميعا وتقبل عملنا وصيامنا. هنبدأ أولى حلقات الشهر الكريم مع فضيلة الشيخ أحمد تركي. إحنا هنفتح معاه طوال حلقاته في شهر رمضان، وهيكون معنا إن شاء الله يوم الاثنين والأربع. هنتكلم عن ملف يعني رائع، ربنا يجازيه خير، يعني هو اقترحه الملف عن سور القرآن الكريم وموضوع كل سورة، ما هو العنوان الذي تتمحور حوله هذه السور، إيه هي الكلمة أو العظة أو الرسالة اللي هنخرج بيها من كل سورة من سور القرآن الكريم. وعايزة أنوه قبل ما نبدأ حلقتنا عن عمرة رمضان، ربنا ما يقطع لنا عادة ويقطع لحضراتكم عادة. الأرقام اللي هتنزل قدام حضراتكم على الشاشة وحضراتكم هتتصلوا بيها هيحصل عليها سحب، ويوميا هيكون في فائز للعمرة هنعلنه يوميا، يعني سواء أنا أو سواء زميلتي العزيزة لمياء فهمي عبد الحميد في برنامجها كلام من القلب، يوميا هيكون معانا فائز أو فائزة في العمرة. والحقيقة أنا كلمني قبل رمضان بعض الناس يعني رجعوا من العمرة بتاعت السنة اللي فاتت. كل سنة وكل حضراتكم طيبين، ونبدأ شهرنا أو حلقتنا بعد الفاصل. مشاهدينا مرة تانية، عايزة أنوه قبل ما نبتدي حلقتنا عن العمرة، عمرة رمضان اللي قناة الحياة بتقدمها كل سنة. يوميا بنقدم عمرة لأحد المتصلين على الأرقام المبينة قدام حضراتكم على الشاشة، وهيحصل سحب طبعا على الأسماء بالكمبيوتر، وهنعلن يوميا عن اسم الفائز بالعمرة. هنتكلم زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة عن يعني سور القرآن الكريم، كل سورة أكيد نزلت لحكمة معينة، وإحنا بنقول إن كل سورة لها موضوع معين أو عنوان بتتمحور حوله هذه السورة. هنبتدي النهاردة يعني مباشرة بسورة البقرة مع فضيلة الشيخ أحمد تركي. أهلا بحضرتك يا فضيلة الشيخ، كل سنة وحضرتك طيب، ربنا يتقبل إن شاء الله. أنا عايز أسأل، هو يعني سورة البقرة حضرتك اخترت لها عنوان أو قلت موضوع سورة البقرة هو التقوى، كلمنا عنه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يظن كثير من الناس أن سور القرآن بتحتوي على آيات من القرآن بتتحدث في مواضيع كأننا احنا في محل في بضاعة مختلفة ملهاش روابط بعضها ببعض. لا، كل سورة بتعالج قضية من القضايا، لو احنا خدنا بالنا. عشان كده كانت الفكرة ان احنا عايزين نشوف موضوع كل سورة، وبعد ما نشوف موضوع كل سورة واحنا بنقرأ هنربطه، كل آية هترتبط بالموضوع عشان نقدر نطبق زي صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا بيعملوا، انهم كانوا يحفظون القرآن قولا وتفهما وتدبرا وعملا. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب قعد 13 سنة في سورة البقرة بس. صحيح. لان سورة البقرة لو واحد قرأها تدبرها عمل بيها أصبح مسلما صادقا محسنا قريب من الله. ولذلك عبد الله بن مسعود كان يقول كان الرجل إذا قرأ البقرة جد فينا، أول ما يحفظ سورة البقرة كده ويطبقها جد فيه، خلاص عظم بقى من كبار الصحابة، جد فينا، جد فينا، عظم فينا. سورة البقرة الموضوع بتاعها بتعالج التقوى، بتعالج التقوى، كيف يكون المؤمن تقيا. وإذا كان المسلم تقي لا يمكن ينحرف أبدا، لا يتعصب، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إن هو يبتعد عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بسم الله الرحمن الرحيم في الأول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اللي عايز يوصل لدرجة التقوى يجي يتفضل سورة البقرة، هدى دلالة للمتقين، وبين الإيه وبين الصفات. غريبة جدا سورة البقرة 286 آية. أيوه 50 صفحة. 286 آية. الآية نصهم كام؟ 286 نص ال 286 143. تمام، نقرأ الآية 143. وكذلك جعلناكم أمة وسطا.
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. جاء في نص الصورة بالضبط تتكلم عن الوسطية. تمام. الوسطية يعني إيه؟ يعني التقوى. طيب تعالوا نشوف بقى صفات المتقين إيه هم؟ إيه صفات المتقين؟ أربع آيات ذكرهم في أربع آيات. الذين يؤمنون بالغيب، تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا، بالملائكة، بالأنبياء، بالرسل، بالكتب، اللي هي الآية اللي في آخرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر. طيب ما أظن كثير من اللي بيسمعونا النهاردة كل يؤمن بالله واليوم الآخر. تمام. ها؟ الصفة الثانية الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة. ما قالش يؤدون الصلاة، قال يقيمون الصلاة، في فرق بين الإداء والإقامة. يقيمون الصلاة أي بخشوع، أي يخشعون في صلاتهم. ومما رزقناهم ينفقون، بيطلعوا زكاة أموالهم والصدقات. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، كل ما جاء من كتاب الله ومن سنة رسول الله. بس الإيمان هنا مش إيمان بس فقط تصديق، إنما الإيمان هنا تصديق وعمل زي ما هو ورد في سورة البقرة، وبالآخرة هم يوقنون، وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اليقين يعني الخشية. تمام. ودي التقوى بقى. التقوى إن بتخلي الإنسان عنده خشية بتجعله يتحرك بهذه الايه، بهذه الخشيه. في حاجات كتيره جدا حذرنا، حذرت سوره البقره ما نقعش فيها. واحد، تعالى بقى زي حضرتك ما قلت، كل صفحه كل صفحتين فيها كلمه التقوى. واحد، بنو اسرائيل سقطوا على مستوى التقوى. ادعوا، كان كل ما كنت لما كان حد الناس تشوف بنو اسرائيل في 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 في, في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. او اليهود كانوا يبدون انهم اكثر تشددا من كثير من المسلمين اليوم، وانهم متمسكين بالكتاب قوي وكل حاجه. فكانوا بيعملوا ايه؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. اللي بعضها الكثير من الناس النهارده بيلبس الحق بالباطل. صحيح. يجيب شويه حق ويحطه في وسطهم ويعرض. زي ايه؟ واحد يمسك مراته ويضربها لما يكسر ويقول لها ربنا ويقول لها امرنا ربنا ان تطيعين. ان انا اطيعين. ده صوره من صور. صحيح. إيه؟ تلبيس الحق بالباطل. صحيح. سوره البقره تديني نموذج من تلبيس الحق بالباطل. اللي هي قصه البقره نفسها. تمام. هو ايه اللي حصل؟ واحد غني. واحد غني ما عندوش الا ابنه واحده. فابن اخوه عايز يرث المال ده، فراح له عشان يتقدم ويخطب بنته، فرفض. الثري ده رفض، قال له كده طب والله لاخد فلوسك واخد بنتك وادعي على حد تاني ان هو قتلك، ها هقتلك واخد فلوسك واخد بنتك وادعي على حد تاني انه قتلك واخد ديتك كمان. شوف شوف ده شوف شوف عمل ايه. فقتله، وبعدين خد الجثه رماها امام جاره وعادوا الثأره، الثأر لله، القتل اللي كذا اللي كذا. حصل فتنة كبيرة في المجتمع. فقالوا فينا نبي الله موسى. راحوا سيدنا موسى. فكانت سورة البقرة بقى أن الله سيدنا موسى أمرهم أن يذبحوا بقرة. وكانت القصة، فأحيا الله تعالى هذا الميت أو المقتول، فقال قاتلي فلان. يقتل القتيل ويمشي في جنازته. فده بقى ربنا بيقول لنا ايه؟ اتقوا الله. اتقوا الله، لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. طيب التقوى ديت ده على مستوى الصلاه والعباده بس؟ لا، ده حتى على مستوى الصيام. قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طب على مستوى الحدود وتطبيق القانون في نفس السوره، في نفس كل الصورة. ده في سوره البقره. هنلاقي كل هنلاقي تطبيقات كتير، بس احنا ناخد نماذج بسيطه. على تطبيق القانون والقصاص. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. طب في بعض الناس يقولوا لا، البر نحن نصلي ونصوم ونزكي وخلاص. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه لأنفق وآتى المال على حبه، ولحد ما قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. طب العلاقة ما بين الرجل والمرأة؟ صحيح. العلاقة بين الرجل حتى في العلاقة الشخصية، العلاقة الزوجية. اللي لازم كل واحد يحرص على حق الآخر. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. طب على مستوى المعاملة المادية ده محتاجينها كتير. على مستوى المعاملات المادية القرض، على مستوى الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ده النصوص، دي النصوص. التطبيقات بقى كتير هنلاقيها في سورة البقرة. على سبيل المثال قريش كانت بتقود قبل الإسلام، كانت بتقود الناحية الدينية عند العرب.
هم اللي سدنة البيت وهم اللي حماة البيت وهم اللي بيقودوا الناس في الحج وهم اللي بيقولوا لبيك اللهم لبيك. فعايزة تعمل لنفسها مكانة بين العرب فاستخدمت الدين أسوأ استغلال. فعملت ايه بقى؟ فاخترعت حاجة اسمها الحمص. ايه بقى ده؟ ايه الحمص؟ قالوا لا، هو احنا الروس متساوية؟ ده احنا متدينين. ده احنا قريش، الروس عمرها ما تتساوى. فحرموا على اهل قريش ان هم يقفوا على عرفات. قالوا لا، قريش ما توقفش على عرفات، الناس كلها تقف على عرفات الا قريش. ده رقم واحد. رقم اتنين، هو انتوا ينفع ان واحد يطوف بالبيت باللبس اللي هو عصى الله فيه وجاي من قومه ومن قبيلته؟ لا، ده انت لازم تاخد اللبس بتاعنا احنا تطوف بيه عشان ربنا يتقبلك. تمام. فاخترعوا حاجة اسمها الحمص. في سورة البقرة ربنا ابطل ده، ان انت تستغل الدين لتنتصر على الناس. ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. تطبيق تاني في نفس الموضوع، بنو اسرائيل، وذكر بنو اسرائيل كتير قوي في القران. طب لايه؟ عشان يعرفنا ما نقعش في اخطائهم. بنو اسرائيل كانوا بيتكبروا على الناس ان هم متدينين، احنا بتوع الدين وانتوا لا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب، كتاب الله وراء ظهورهم كانوا في اخرى يستفتحون على الذين كفروا. يعني ايه يعني يستفتحون على الذين كفروا؟ انتوا كفره، احنا اهل كتاب، احنا هيجي لنا النبي بتاعنا سنقاتلكم به قتل عدن وإرم، هنقتلكم ونخليكم أقزام إلى آخره. ربنا سبحانه وتعالى بين إن ده خطأ، بين ده خطأ. ولما جاءهم كتاب من عند الله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. يعني إن الكبر بيعمل كده، الكبر بيؤدي لكده، الكبر بيؤدي لكده. بس الجريمة بقى هنا إن أنت تستخدم الله وقرآن الله في، مش إن أنت تصل للتقوى. هنا بقى ربنا بيقول لنا أنت ده مقصوده تصل للتقوى، مش مقصوده تنتصر على غيرك. صحيح. لأن العلاقات الإنسانية هي قائمة إما على الحوار أو إما على التدافع، سنة الله في التدافع. صحيح. إذا الحوار ما انتفعش اللي هو الجهاد في لكن بحقه، لكن مش قائم أبدا على التنابز وإن أنا أفضل من فلان كله بالقرآن. وغير السورة بقى ربنا ختمها ختم جميل جدا. طيب نرجع للختام بعد ما أخذ عبد الرحمن. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وأنا كنت عايز بس أسأل الشيخ عشان على حاجة بس. تفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. هو انا اتسحرت وكل حاجه وما قلتش اللي هي ما قلتش الشهاده اللي هي، بس اكيد اعتبر طيب. يعني ما نويتش بينك وبين نفسك، بس وانت بتتسحر كنت بتتسحر عشان تصوم بكره. طيب ماشي، شكرا يا عبد الرحمن. موضوع النيه بقى، النية أصلها القلب، محلها القلب. تمام. مش شرط نقول نويت أصوم شهر رمضان المبارك. إنما تمام. مجرد إن إحنا ما سمعنا إن رمضان بكرة وان شاء الله هنصوم بكره والنيه عقدنا، النيه عزمنا وسحرنا، ده هذا يعتبر ايه؟ يعتبر يعتبر خلاص بدانا شهر رمضان. صحيح. طيب نيه واحده تكفي ولا كم نيه جدد النيه؟ لا، نيه واحده تكفي لشهر رمضان. صحيح. المبارك. نقول بس نوينا نصلي نصوم شهر رمضان المبارك، اللهم تقبله منا، خلاص نيه واحده تكفي. هل بما ان يعني شيء بشيء يذكر، هل فكره ان انا اقول كده بيني وبين نفسي او حتى اتلفظ بيها يعني، هل ده بدعه؟ لا مش بدعه، اصل في حد النيه محلها القلب. بس لكن واحد بيذكرها باللسان تاكيدا، هذا التاكيد لا يمكن ان يكون بدعه اطلاقا. زي واحد يقول نويت اصلي صلاه الفجر، اتلفظ بها. واحد يقول نويت اصوم شهر رمضان المبارك، التلفظ بها ليس بدعه. لان البدعه معناها ايه؟ البدعه ان ندخل في الاسلام جديدا ليس له مثيل. وده مش جديد. كل ما يعني النية دي مش جديد. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، ما ليس منه، ما ليس من الدين فهو رد. يعني مثلا واحد عمل إيه؟ عمل صلاة المغرب 4 ركعات، ده ليس من الدين خالص. صحيح. اخترع صلاة جديدة خالص وبدون ركوع أو بدون سجود. لما فكرة التلفظ بها بدعة، مش ده يعني شوية قسوة؟ فيها من القسوة وفيها يعني من لو التشدد. حد يعني أحيانا نبقى واقفين، انا فاكره زمان تصلي انا وتصلي كده، فتلاقي حد جنبك ينغزك يقولك ما تقوليش كده، ما تتلفظيش عشان حرام.
فيعني انه حتى يعني هو حضرتك تلفظ حرام والنغزه دي حلال. اه والله العظيم. ما هو ده ذلك. ده في بعض الناس كان بتشتكي. في بعض الناس مثلا بعد الصلاه يقول لك يسلم على يقول لك حراما. فيقول له ما يمدش ما يسلمش كده بازدراء كده وبصوا له بحقاره يعمل له كده. طب هو يعني هو كلمه حرما اللي جريمه وانت بصيتك ديت الحلال. يعني ما هو يعني في حرما اللهم اجمعنا في الحرم. الله يعني يا رب يعني بيقول لك نكون انا وانت في الحرم. الادعيه الماثوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تتحول من الفاظ رصينه الى الفاظ شعبيه لا باس بها. ازاي بقى؟ يعني على سبيل المثال اما نقول مثلا دعاء سيد الاستغفار، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا لعهدك وعهدك ما استطعت، اللهم اني اعوذ بك من شر ما صنعت. في الاذكار معنى الدعاء ايه؟ معنى الدعاء ان انا بستغفر الله سبحانه وتعالى وبتوب اليه وبعترف بنعمه وبعترف باخطائي. ها لو واحد قالها بالانجليزي. واحد امبارح سالنا السؤال ده، قال ابن اخويا ما بيعرفش عربي. قولها بالانجليزي. المشكله مش في اللفظ، العبره بيه المعنى. فالدعاء لما نقول يا رب اجمعنا في الحرم سويا، انت هتقول له جمعا ان شاء الله، ده حرام ولا حلال؟ صحيح. خلاص اختصرناها في كلمه حرم يا سيدي. صحيح، كلمه حرم اختصرناها. صحيح. اختصرناها. صحيح. في كده فتحويل الادعيه من الفاظ رصينه الى الفاظ شعبيه لا باس بها. اطلاقا ما فيهاش اي شيء، والمردود كل ذلك الى النيه. يعني التركيز في سفاسف الامور وجعلها قضيه وجعلها حاجة باب من أبواب إنه إيه حرام، يعني حاجة صعبة جدا يعني فضلت الشيخ، وممكن تزهق الناس البسيطة اللي يعني هي بتعرف ربنا وبتحبه بفطرتها وبتعبده زي ما يعني فكرة السفاسف الصغيرة دي حضرتك ربنا يكرمك، يعني بتقول ربنا يجمعنا على خير في الحرم، فبدل ما بنقولها كده طويله فاحنا المصريين واختصرناها وقلنا جمعه. فيقول لك دي بدعه وما يصحش ولم تثبت ان الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قالها وما ينفعش، لكن لا باس فيه. لا يعني اطلاقا ما فيش حاجه فيها. احنا قلنا البدعه ان نحدث شيئا جديدا، لكن الادعيه ما فيش حاجه اسمها بدعه. طيب هدير. الو. الو، اهلا يا هدير، ازيك؟ اتفضلي. كل سنه وانت طيبه، اتفضلي. الحمد لله. بقول لحضرتك انا دلوقتي حامل وفي الشهر الثاني. ايوه. ينفع اصوم ولا ايه؟ وانا صايمه النهارده. انت الدكتور قال لك ايه؟ هي الدكتور قالت لي بس الكيس صغير شويه لازم اكل. طيب ما بس انا عايزه اصوم. ما هو طبعا كلنا عايزين نصوم، بس الدكتوره قالت لك صحيا لازم تاكلي. طيب فضلت الشيخ هيرد عليك. يبقى لازم تاكل، ما فيش كلام. اهل الذكر هنا ولا ضرر. لا ضرر ولا ضرار. انا بص، اللي امرك بالصيام هو اللي امرك بالافطار. صحيح. الله فزي عليك. ما زي ما بنطيع الله سبحانه وتعالى في الصيام، اذا واجب علينا ان احنا نطيع ربنا برضه في الافطار. يعني هو فرض علينا الصيام، طبيعي احنا صمنا الحمد لله، جينا عندنا مرض او عندنا ضرر او عندنا جنين او عندنا طفل صغير بيرضع، ربنا امرنا ان احنا نفطر. لذلك يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. زي ما بيحب أن أنت تصوم تشق على نفسك، برضو يحب أن أنت تسمع كلامه. صحيح. في الإفطار لا افطري، واجب عليك تفطري ما دام هناك ضرر على الجنين. تمام. وهل تطعم ولا تستنى ما تعوض بعد كده؟ والله الحامل والمرضع سكتها طويلة. سكتها ايه؟ طويلة. صحيح. بتتسح شهور وبعد كده سنتين ورمضان جاي ورمضان اللي بعده ورمضان اللي بعده. العيل ده في العيل ده. انا رأيي بناخد بالرأي الفقهي المعتبر. عليه الفدية. تفدي وخلاص. وربنا سبحانه وتعالى رفع عنها الحرج. تطلع بس عن كل يوم تطعم مسكين. نشوف الناس الفقراء. الناس الفقراء مش لازم تطلع طعام. الفلوس دلوقتي افضل من الطعام. هو الـ 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 كل حكم ورا مقصود. احنا دايما عينين على المقصود، لان الزمن بيتغير والظروف بتتغير. صحيح. اهم حاجه المقصود تم ولا ما تمش. مقصود زمان الاطعام، الناس جعانه مش لاقيه. لكن النهارده الفلوس قد يكون هناك في طعام، بس محتاجين الفلوس في حاجه تانية. مش كده؟ يعني بس هي لازم تطعم.
يعني بتدي فلوس بنيه الاطعام. بنيه الاطعام مش بنيه الاطعام. خطى الفقير وما جابش مطعم خلاص يعني قضى بيها حاجه ثانيه. تمام جائز، فالفلوس افضل. طيب اخد رندا. الو رندا معانا؟ طيب الحاجات اللي بتفطر بقى بتاعت كل سنه، هل حقن الانسولين مفطره؟ هل تحليل الدم بيفطر؟ لا، في حاجه اسمها المنفذ المعتاد. كل شيء دخل من المنفذ المعتاد وصل الى الحلق ثم الى المريء ده مفطر. المنفذ المعتاد اللي هو الفم، تمام، الحلق، وبعد كده بقى الجهاز الهضمي. ده المفطر. اي حاجه دخلت الجسم من غير المنفذ المعتاد لا تعد مفطره. تمام. خدنا حقنه في العضل، خدنا حقنه في الوريد، كل ده ما وصلش للمنفذ المعتاد، فالحقن مطلقا حتى لو كانت مقويات. لا، في ناس بتفتي بانه بعدم جواز المقويات بقى، انه المقويات والفيتامينات والحاجات اللي هي بديله الاكل اللي هي تورط كده وبتاع دي، يعني في بيجيزوا ان هي حرام. ما هو حضرتك احنا عمالين نلف كده. بنلف كده ليه؟ الصيام هو الامتناع عن شهوتي البطن والفرج. تمام. قال البطن يعني منفذ المعتاد والفرج من طلوع الشمس الى غروبها. فهما الفقهانا برضو قالوا برضو الموضوع المنفذ المعتاد، لان المساله دي كانت موجوده كثيرا. في اراء طبعا فيها تشدد، لان عندنا في الفقه من رحمه ربنا سبحانه وتعالى في الفروع دي بنلاقي في اراء يمين خالص وشمال خالص ووسط الاراء دي. ده في بعض الناس قالوا ده انت لو حطيت قطنه في ودنك بتفطر، بس ده تشدد. ده مش المقصود الصيام، يعني ده مش مقصود الصيام خالص. اما نعمل مثلا ودانا ولا نعمل حاجه في ودانا فطرنا. واحد بيحط بيحط حاجه في مناخيره وسالك مناخيره يعتبر افطر. يعني واحد يعني البخاخ ولن يشد الدين احد الا غلب. تمام. لا، موضوع البخاخه موضوع البخاخه دي ناس بيكون عندهم ربو. تمام. غالبا، والربو ده مرض. ما بديش مفعول الا فعلا لما تخترق الحلق وتوصل الجهاز التنفسي. فده بتفطر. طب ما هو في راي اخر بيقول انها لا تفطر. حضرتك انا رايي ان يعني عشان بس لانه في راي اخر بيقول حتى البخاخه والنقط بتاعت الانف حتى لو شعرت بطعمها، لان هي اصلها مش اكل مش طعام. ما بس بتوصل للحلق. حتى اذا وصلت يعني للحلق فهي لا تفطر. بتوصل للحلق. رأي انا آخر رايي بيقول ذلك. ان الناس اللي عندهم ربو امهاتنا وابائنا ده بنصنفهم ان هم مرضى لا يرجى شفاؤهم. مرضى يرجى شفاؤهم يفطروا ويطلعوا فدي. تمام. ان شاء الله. خد فاطمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. من فضلك انا كنت عايزه اسال فضيله الشيخ، انا كان في حاجه حصلت لنا ونضرت نذر. فبعد كده فلوس النذر دي لقيت حد مريض عنده سرطان، فاديته جزء من النذر ده. بس انا بصراحه كنت نذر النذر لمكان تاني خالص. انا دلوقتي عايزه افهم، هل ان انا ارجع النذر كله للمكان التاني خالص اللي انا كنت عايزه اديه له، ولا يتحسب المبلغ اللي انا اديته للشخص اللي هو المريض ده منه؟ طيب. ماشي يا فاطمه. النذر لازم يتعمل زي بالظبط ما نذرت بيه، ولا ممكن تدخل ده في ده؟ ما دام لله يبقى كل ما يخص الله جائز. لا، بس النذر احيانا بيفتى بانه طالما ده النذر المعين. نذر المعين بمعنى انا لو نظرت لله ان اذبح خروفا. يبقى هنا لازم ينذر نذر خروف اللي هي ذبح الخروف. تمام. لكن كان في نيته ذبح خروف مثلا لمستشفى من المستشفيات او لسرطان او غير ذلك. ممكن يغير وجهته. ما دام لله. لا، يعني هي قالت انا نويت اني ادفع فلوس في المكان الفلاني، جت طلعت الفلوس في مكان تاني، هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لان ده لله وده لله. وفي النهاية أرزاق يوزعها الله سبحانه وتعالى. هي لم تستنفع بها ولم توجهها توجها غير الذي يعني خصصته له. تمام. إن هو لله. ما دام دول فقراء ودول فقراء، ما دام دول
يحتاجون إلى الصدقة ودول يحتاجون إلى الصدقة. تمام. غير أنها وجدت أن دول هؤلاء يمكن أفضل وأحوج من هؤلاء. لا بأس. طيب إحنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. احنا معانا سمر ولا قطعت؟ سمر. طيب الو. اهلا يا سمر. من فضلك بس انا كنت حامل الفتره اللي فاتت والاسبوع اللي فات واجهضت، فهل يجوز لي الصيام؟ هو الو الاسبوع اللي فات كنت حامل واجهضت كده والحمل نزل، فهل يجوز لي الصيام؟ انت سالتي دكتوره ولا لا؟ لا انت سالت. انت دلوقتي في نزيف؟ لا بس وقف تماما. وقف وانت كويسه وسالتي دكتوره وقالت لك خلاص؟ طيب هو كان حمل في الاول حوالي اسبوعين ونزل تماما. تمام. طيب وبقالي بتاع 4 ايام النزيف وقف خالص، هل يجوز لي الصيام؟ طيب تمام، شكرا ليك يا سمر. شكرا. بانقطاع الدم بتصوم على طول. تمام. اول الدم بينقطع وتاكدنا ان هو انقطع، يبقى بتبدا بالصيام والصلاه وبقى كل الاحكام اللي بعد كده بتمارسها عادي. تمام. طيب حضرتك كنت بتحكي لي بقى على بني اسرائيل. نعم. على بني اسرائيل. هنلاقي القصص كتير في القران الكريم. في سوره البقره عن بني اسرائيل. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى عرفنا معنى التقوى. تمام. وعرفنا صفات المتقين في 4 ايات. وعرفنا بعد كده بعد صفات المتقين صفات الكافرين في ايتين، عشان مش محتاجين. الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ولم تنذرهم لا يؤمنون. وبعد كده عرفنا صفات المنافقين في 13 ايه. علشان النفاق ده اخطر ما يكون على في المجتمع. واحد يظهر الايمان ويبطن الكفر، واحد يظهر الصلاح ويبطن الفسوق. تمام. وبعد كده بقى عطانا نماذج يدينا الحكم. القتال. القتال ايوه يربطه بالتقوى. ان مش اي قتل كده نقول ان هو جهاد في سبيل الله، لا. صحيح. وبعدين في فرق في القران ما بين اقتلوا وقاتلوا. ما فيش في القران ابدا حد يقتل. امر ابدا ايش يقتل الا في تطبيق الحد، تطبيق الحد بس. اقتلوهم حيث توقفتموه، اللي هو ناس خارجه على القانون. عملت جريمه في القصاص خلاص اقتلوا، زي الاعدام لكن كل القتل في سورة البقرة وحتى في السور الأخرى وقاتلوا. في فرق معناها إنه في فرق كبير. قاتل يعني دافع عن نفسك، دافع. يعني أن الجهاد في سبيل الله هو دفاع، وقاتل يعني على الحدود. مفيش جهاد في سبيل الله داخل الحدود بالمناسبة خالص. يعني إيه؟ يعني مفيش، ما ينفعش نجاهد في سبيل الله ضد بعض ونقتل بعض ونقول ده جهاد في سبيل الله. ده مش في جهاد في سبيل الله، ده مش ده جهاد في سبيل الله. لما قاتلوا ده على الحدود. يعني في سبيل الله ده على الحدود. مفيش يعني لحمايه حدود، حمايه حدودنا، حمايه اعراضنا، حمايه بلادنا. ده مفهوم ده جهاد في سبيل. الجهاد في سبيله ده موجود في ايضا في سوره البقره. لما نقرا سوره البقره هنلاقيه. يتكلم عن الصيام، يتكلم عن الحج. ان الحج برضه مرتبط بالايه؟ بالتقوى. ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. حد في الاخر خالص ما اتكلم حتى عن القرض. واحد لما بيقترض حد لازم يكون في القرض ده تقوى. يكون في القرض ده تقوى ازاي؟ فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه. صحيح. وفي النهايه بقى ختمها بدعاء. بدعاء. يعني ايه بقى؟ ربنا لا تؤاخذنا، يعني انت المفروض تكون طبقت كل اللي فيها، واحيانا بتخطئ من غصب عنك. صحيح. فتدعو بهذا الدعاء. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طيب. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. لحد ما كان هنيجي يمكن يعني نختم الحلقه بهذا الدعاء، لكن اخذ استاذ صلاح. الو. الو. اهلا بحضرتك، اتفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. والله لو سمحت كنت عايز اسال، عندنا ست كبيره وهي مريضه
وطبعا ما تنفعش تصوم، فكنا عايزين نسأل مثلا الكفارة مثلا في حدود قد ايه؟ هي مريضة وخلاص يعني ما ينفعش لا تصوم يعني ولا تعوض. نعم يعني ما ينفعش لا تصوم، مرض مزمن بحيث ما ينفعش تعوض حتى. في سكر وضغط وقلب مفتوح تمام. وهي ست كبيرة في نفس الوقت، فعايزين نسأل مثلا الكفارة مثلا نخرجها في حدود قد ايه؟ حاضر. حضرتك ابنها؟ ايوه. ماشي يا فندم، شكرا لحضرتك. فدية طعام مسكين. ان الذي لا يطيق الصوم زي الست الكبيرة، الرجل الكبير، ولا يستطيع ان هو يصوم بعد ذلك، يبقى عليه يخرج عن كل يوم فدية تقريبا 10 جنيهات بيخرجها عن كل يوم وخلاص، ولا نلزمه بأي شيء. ومثل هذا أيضا المريض الذي يعني هي 10 جنيه من أوسط ما تطعمون، ده اللي حضراتكم دايما بتوصوا بيه. يعني صحيح. فكرة أنه 10 جنيه لو حد مثلا بياكل وجبته، تكلم عن الحد الأدنى. الحد الأدنى تكلم عن، إنما لو حد مقتدر بيشوف بقى هو بياكل بكام وبيصرف كام ويطلع كام زي ما بيصرف، الوجبة بتاعته بتكلف كام تقريبا، ويطلع فطار وسحور ولا فطار بس؟ 50 جنيه 60 جنيه الأفضل يكون فطار وسحور. فطار وسحور ولكن الحد الأدنى أن يكون فطار بس. طيب. لا يستطيع. هو الكفارة عن السيدة والدته، هل يطلع يوميا ولا يطلع عن الشهر كله؟ هل يطلع دلوقتي ولا ممكن بعد الشهر ما يخلص يطلع؟ سيان كله صح، كله صحيح. يعني يصلى يوم بيوم، يطلع الشهر كله، يطلع مقدما، يطلع مؤخرا، المهم انه هي تكون في رقبته ان شاء الله هيطلع. تمام. ام ادهم. السلام عليكم. الو، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، مساء حضراتكم طيبين. كل سنه وانت طيبه، اتفضلي. معلش بس ليا سؤالين. اول سؤال هو انا بستخدم وسيله لمنع الحمل بتخلي البريود تيجي عندي فتره طويله جدا، يعني 8 ايام او اكتر. تمام. فانا في حد قال لي على وسيله ثانيه ممكن اخدها خلال شهر رمضان، المفروض ما تخش البريود تيجي طول رمضان يعني. تمام. تاخدي الحبوب اللي بتمنعها طول الشهر. طول رمضان بحيث اصوم الشهر كله، خاصه يعني ممكن في العشر الاواخر، وانا يعني قررت معايا كتير وانا ببقى عايز اصوم العشر الاواخر. فعايز اعرف هو ده صح حرام ولا حلال، يعني يجوز ولا لا يجوز. ده حاجه. تاني حاجه عايز اسال، لو انا امي نفذني او كذا او في اي موقف، ممكن احلف والله مثلا مش هعمل كذا، ممكن انسى الحلفان ده او بعد ما اهدى ممكن ارجع يعني ممكن ما اعملش الحلفان ده، اللغو في ايمانكم. انا بقى ممكن احلف كتير، بس انا مش قصدي الحلفان حلفين بس. والله لا، والله لا، طب والله لا موتك، والله لا مش عارفه، لا والله كتير، فانا مش عارفه ده هتحاسب عليه ازاي، ولو انا كنت ناسي حلفانات عم قلتها وما قلتهاش هتحاسب عليها ازاي برضو، او ايه كفارتها؟ طيب يعني. ماشي. لان انا كتير وانا ما اعرفش حتى عددها يعني. ماشي يا ام ادهم، شكرا ليكي. طيب الاول الحبوب، في دواء بيقطع الدوره الشهريه، فهل في ناس بتاخده في الحج وفي ناس بتاخده كده، هل تاخده في رمضان ولا ما تاخده؟ ترجع للدكتور لو فيه ضرر بلاش. لا ضرر ولا ضرر، وانا اظن سمعت ان فيه احيانا بيكون فيه ضرر، ترجع للطبيب لو فيه ضرر عليها من وراء هذه الحبوب بلاش. لا يكلف الله نفسا وسعها، ولا ضرر ولا ضرر. لو ما فيش ضرر ممكن تاخده، بس شرط ما يكونش فيه ضرر، يكونش فيه اي نسبه ضرر في الموضوع ده. موضوع الحبوب. طيب. وبعدين بتذكر زي ما قلت اللي فرض علينا الصيام فرض علينا الفطار. صحيح. طيب اللغو بقى في الايمان، هي والله لا موتك والله لا كسر عظمك والله كذا. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. صحيح. عقدتم الايمان، صرتوا ايه؟ صرتوا والله لن افعل هذا. لن افعل. يعني انا بوجب عليه، مش بحلف على غيري، لا بحلف على نفسي. انما الحاجه وما عليهاش كفاره ولا عليها في استطاعته، يبقى دي عليها كفاره. لكن بقيت الايمان كلها اما غموس، غموس يعني الكذب، ودي منه التوبه، ما فيهوش حل الا التوبه، او اللغو، وده برضو منه التوبه. تمام. ولا ينبغي ان نعرض الله سبحانه وتعالى للايمان. الاستغفار، ولا تجعل الله عرضه لايمانكم. صحيح. الاستغفار يعني هي طبعا ما فيش كفاره ولا في حاجه، بس بقى الاستغفار بقى طول النهار يعني ان شاء الله يعني يبدل السيئات لحسنات. فاطمه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت انا كنت عايز اعرف هو بلع الريق مفطر ولا لا؟ يا لهوي، ايه نوديه فين؟ طيب معلش ليا سؤال تاني. الو، اتفضلي.
انا بتلخبط بين الايام اللي انا بفطرها في رمضان، 5 ولا 6، فانا اخدها على الاكبر يعني 5 ولا 6. وانا دايما حاسه كده ان انا صلاتي يعني مش متقبله او فيها حاجه غلط. ليه؟ مش عارفه والله. يعني انت طول الوقت مش راضيه عن صلاتك ولا مليان يعني بصليها بهدوء كده وبخشوع. طيب شكرا. سؤال تاني؟ لا شكرا. طيب بلع الريق نودي. طب هنوديه فين بقى يا فاطمه؟ لا مفيش حاجه اطلاقا. ايه لازم نبلعه؟ ملهاش حاجه مش ما عندناش مخرج تاني ليه؟ اطلاقا اطلاقا. طيب المهم يعني طالما ما فيهوش حاجه دخلت فيه يعني خلاص. طيب ده حتى كمان ممكن نعمل نستخدم السواك او معجون الاسنان بس ما يدخلش جوه. صحيح. هي بتتلخبط 5 ولا 6 ايام بتفطر فيهم، فهل تحسب على الخمسه ولا السته؟ ما معروف فطرنا 5 يبقى 5، فطرنا 6 يبقى 6. هي بتتلخبط. تاخد بالاحوط بقى، ثم تصوم ب6 مفيش مشكله. تمام. الصلاه تقول لك على طول مش راضيه عن الصلاه بتاعتي مع اني بصلي بهدوء وكده. ده عدم ثقه في النفس. يبقى عليها ان هي تطول في السجود وعليها بالدعاء وتخرج من الوسوسه او ال ساعات الانسان بيحط نفسه ده دايره صغيره قد كده وعنده انطواء ومش مش متواصل مع الناس فخليه يتفتح شويه. هو ده مش حلو في حد ذاته فضلت الشيخ، يعني ان انا افضل مش راضيه. يقول لك ايه، لما تبقى مش راضي عن نفسك احسن ما تبقى مطمن يعني وحاطط في بطنك بطيخه صيفي ان يعني ده انا بصلي وغيري ما بيصليش وكده. هو في فارق ما بين ففي فرق بين ده وبين في فرق بين الياس وعدم الثقه في النفس، وفي فرق ما بين عدم الاطمئنان للطاعه. ايه بقى يعني الصح وايه الغلط؟ الصح الغلط ان الواحد ما يكونش عنده ثقه في نفسه ودايما مش راضي عن اي عمل وحتى قدامه بيعمل نتائج كويسه ومش شايف حاجه كويسه خلاص في حياته، ده بقى معقد نفسي لازم يتعالج. لازم يرجع مره تانية يكون عنده ثبات وثقه في النفس وايمان، لان الايمان بيورث الهدوء والطمانينه والسكينه وذكر الله سبحانه وتعالى. لكن الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله يعني ايه؟ يعني ما يقولش لا ده انا مصلي، ده انا بصوم، ده انا بحج، ده انا بعتبر، ده انا احسن الناس. ما يطمنش قوي علشان ما يركنش، عشان ما حدش يسبقه. لان الطاعه ديت هي تسابق ومسارعه في الخيرات. وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض. زي احنا لما بنتسابق في الدنيا لازم نتسابق في الطاعه. ما نخليش حد يسبقنا في الطاعه. طيب. لحل حد يسبقنا في الصيام ولا في الصدقه ولا في الصيام ولا في اي حاجه. طيب الاحساس ده نضيعه ازاي؟ يعني لو حد موسوس او حد كل ما يصلي مش عارف انه صلاها كويس، يعني الاحساس ده يضيع ازاي؟ ازاي نطمئن كده؟ اولا الانطوائيه نبعد عنها، ننفتح على الناس ونخالط الناس اللي احنا بنحبهم اللي احنا ما بنحبهمش. ده علاج مهم جدا لان الانسان يعود لنفسه مره تانية. نخالط الناس ونحاول ونتفسح ونضحك ونمرح. روحوا عن قلوبكم فان القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمرح مع الناس. صحيح. ده كان بيتسابق مع السيده عائشه. أيوه. رضي الله عنها. ده مهم جدا عشان النفس بتهدأ. ده رقم واحد. رقم اتنين بنطبق سنه مهجوره وهي التفكر في خلق الله. التفكر في خلق الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والارض. صحيح. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ساعه الغروب نقعد في البلكونه، ساعه الشروق نقعد في مكان على المقطم، نروح في اي مكان، في مكان هادئ، نبص للسماء فترات طويله، نستنى هواء نظيف، نقول اذكار المساء في مكان كويس. كل ده مهم جدا عشان صحتنا النفسيه تعود مره اخرى بالايمان. رقم ثلاثة السجود، نطول في السجود. أعني على نفسك بكثرة السجود، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تمام. زياد. ألو. أيوة. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمعت معلش كنت عايز أسأل سؤال بس عشان هو استفحة الإلكترونية بدعة ومش هتشهد عليا يوم القيامة صوابعي أو أعضاء جسمي يعني إن أنا بذكر ربنا عليها ولا ده؟ ماشي يا زياد. معلش أنا آسف. لا مفيش مشكلة من غير أسف. هما قالوا على السبحة العادية بدعة وعلى السبحة الإلكترونية يعني هو إذا كان نويته الصيام بدعة، فيعني الحاجات العادية
فهل دي بدع ولا دي بتساعد كل الناس الوسائل التي تساعد على الطاعة ليس فيها بدع. احنا قلنا ايه البدعة؟ هي ان ننشئ في الدين في الدين في الاحكام في دي بتساعدنا على تذكر الله. لكن الوسائل كلها مش بدعة. انا لابس دلوقتي كده هلبس بدلة. طب انا ماسك مصحف لونه اللون ده. طب ليه كبسولة؟ طب نستخدم الميكروفون. طب احنا مستخدمين الشاشة دلوقتي. طب احنا دلوقتي نلبس ايه؟ الكاميرا، الميكروفون، الانترنت. صحيح. الوسائل كلها ليس بدعة. ومن ثم العداد اللي احنا بنعد بيه ده. ايوه. ليس ببدعة. جميل. ليه بقى؟ والصحابة فهموا الكلام ده على فكرة بالمناسبة. يعني الصحابة فهموا. ما كانش ساعة الصحابة فيها. بس هو بقى يقول لك ايه؟ يعني لا بس تطوروا. يعني مثلا تجديد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومراحل تجديد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان الصحابة عارفين الشرع وعارفين الوسيلة وعارفين البدعة. يعني في فرق بين الوسيلة والبدعة. يعني مثلا على سبيل المثال، ما هو سيدنا النبي ما صلاش بالناس التراويح. ما صلاش بالناس التراويح. لا والله. والله ما صلاش بالناس التراويح خالص. ده كان الناس يصلون التراويح في بيوته. كل واحد يصلي التراويح في بيته. وبعدين خرج التراويح دي كانت في الدولة الفاطمية في مصر. لا لا من حول حضرتك. لا ده سيد عمر. انا سمعت انها سيد عمر الخطاب. إيه كان الناس يصلون في بيوته. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فصلى في المسجد، فصلى الناس بصلاته. هو يصلوا وراه ده في رمضان. ليلتين والثالثة ما طلعش. فقال خشيت ان تفرض عليكم. دي مش شمال. فيجي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. لا بس لا اقصد انه مسمى التراويح، المسمى نفسه. المسمى ده اتسمى هنا في مصر. مسمى التراويح سمي في مسمى هنا. يعني مش مش قيام ده كان اسمه قيام، انما هي اتسمى التراويح. لا في التراويح وقيام الليل كانوا يفرقون ما بين التراويح وبين قيام الليل. التراويح لا، انما الصلاه اللي هي بعد العشاء. الصلاه بعد العشاء في كل السنه اسمها قيام، اما في رمضان اسمها التراويح. ايوه احنا وكان الصحابه يفرقون يصلون القيام ويصلون التراويح. بس اسمها بس في رمضان التراويح. في رمضان هل اسمها هل الصحابه هم من اطلقوا عليها اسم التراويح؟ اسم التراويح ليه بقى؟ لانهم كانوا يصلوا ركعتين او اربع ركعات ويستريحوا ويرتاحوا. فالتراويح جمع ترويحه. الفتره اللي هي ما بين الصلوات وكانوا بيصلوها 20 ركعه. كانوا يصلوا 20 ركعه والشفع والوتر 23 ركعه. فالشاهد ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما لقى الناس متطورين في المسجد كل واحد بيصلي لوحده، فجمع الناس خلف امام واحد وسيدنا ابي بن كعب رضي الله عنه وارضاه. الشاهد ايه؟ الشاهد ان في فارق كبير ما بين البدعه والوسيله والعباده. ان مش كل حاجه بتتعمل وسيله للوصول الى الله او لاداء الشعائر اسمها بدعه. لا ما اسمهاش بدعه خلاص. لا السبحه ولا الالات ولا الكمبيوتر ولا اي شيء. تمام. يعني هم احيانا يستخدموها ضد الناس ويقول لك ايه اصل صوابعك مش هتنور في القبر. يعني مش بس بيكتفوا بان هم يقول لك لا دي بدعه، لا يعني يفضل يكرهك في الموضوع ويخوفك منه. انما حضرتك الحقيقه يعني ده بقى ولا تلبسوا الحق بالباطل. صحيح. احنا وصلنا لنهايه الحلقه. شكرا جزيلا فضيله الشيخ احمد تركي. شكرا لحضرتك. شكرا ليكم مشاهدينا، واذكركم بالعمره يوميا. بكره ان شاء الله هنعلن اول فائز بالعمره اللي بيتصل ببرنامج. شكرا ليكم مشاهدينا، ونشوفكم على خير بكره في تاني ايام رمضان. سلام عليكم.